بآي ويتنس اليوم رح نكون نحن شهود على قد ايه المسؤولية الاجتماعية عند الشباب والصبايا ممكن انها تكون عم بتفيد المجتمع وبنفس الوقت عم تكون عم تفيد الشخص بحد ذاته. على كل حال اليوم بفاميلي رح نحكي عن المسؤولية الاجتماعية كمان وكيف بننميها عند اولادنا، ولكن في اوقات الاولاد كمان بيفاجئونا وبيخلونا نشوف انه هن عندهم حس بالمسؤولية الاجتماعية يمكن اكثر منا كمان، وهذا يمكن اللي اكتشفته بيان بيبي بي ساريا جميل اللي اليوم رح يكونوا معنا. اهلا وسهلا فيكم. تنحكي عن ماي بيلو او مخدتي. هيدا اسم الجمعية. نعم المشروع. ساريا رح ابدا مع ساريا بيان بس لانه الميكرو تبعولك بده تزبيط. ساريا خبريني شوي اصلا كيف تعرفتي على بيان؟ كيف تعرفتي على ماي بيلو؟ خيي وبيان كانوا يشتغلوا سوا، فبعدين في مرة بيان قالت لنا انه هي بتعمل هيك انه بتساعد الفقراء وهيك، فحبيت الفكرة. وبيان قالت لنا انه ليلى انه تعوا معنا وهيك ساعدونا وهيك، فحبيت الفكرة ورحت عند بيان وبلشنا نساعدها. بعدين هي جابت لنا مثل هيك شوكولا وهيك وبلشنا نحطهم بعلب، وجابت العاب من جوا كلاب وبلشنا نطلع على مثلا مناطق مثلا مثل باجليس وهيك، وبلشنا نوزع للفقراء وهيك. ولاحظت انه هيك في كثير ناس انه بدهم مساعده، وفي كثير ناس ما بيعيشوا مثلنا انه مثل ما نحن بنعيش. ساريا رح نحكي بعد شوي اصلا ليه انت بهالقد عمر صغير بدك تمضي وقتك بهالنشاط مش بنشاط ثاني، بس بعد ما نشوف شوي فيديو بيعرفنا اكثر على ماي بيلو. ماي بيلو بتحاول تحقق احلام الصبايا والشباب الصغار اللي يمكن اقصى حلمهم اوقات بيكون انه يمضوا وقت ممتع وقت مسلي بدون ما يفكروا باي شيء ثاني، فعم تمضوا معهم وقت مش بس عم تقدموا لهم يعني ايش هن بحاجه لها. خبرينا شوي بيان. وحتى هالسنه يعني في اشخاص طالعين معنا حيعملوا العاب بهلوانيه على البايسيكل ويعملوا مثل بريك دانس هيك للاولاد قبل ما نوزع الالعاب. خبرينا على ماي بيلو كيف بلشت وليش انشأتيها؟ اوكي، ماي بيلو بلشنا فيها كويب سايت يجمع بين المحتاج والمعطاء. بعدين فكرنا انه خلينا نبلشها بحملات وبعدين نعمل هيدا الويب سايت. بلشناها بهيدي الحمله عيدية فرحة قلب. طلعنا بعيد الفطر وزعنا 550 لعبة وتياب وكانديز على اربع مخيمات. بلشتوا عيد الفطر السنة الماضية؟ صحيح. ورجعنا عملناها بعيد الأضحى، وزعنا بمخيم البرج للفلسطينية ومخيم شتية للسورية، وهالسنة طالعين على ثلاث محلات ل 750 شخص، لبعلبك للسورية، عكار للبنانية، ومخيم عين الحلوة للفلسطينية. بين بلشت هالعمل لحالك يعني
فرديا. صحيح. وبعدين تطورت. ايه ودائما رفقاتي بيفوتوا معي بالحمله حتى بيطلعوا معنا بوقت التوزيع، وحتى بيكونوا معي بوقت نجمع الالعاب. وساريا ونور كمان هن بيحطوا الكانديز بالكيس وهيك. تعرفت عليك يمكن السنه الماضيه او اللي قبلها؟ اللي قبلها 2013. وكانت في رصاصه طايشه صبتك وغيرت لك حياتك. صحيح. اول شيء الحمد لله على السلامه، هي انه ما يعني اثرت بشيء، ولكن الفتره كانت عصيبه وصعبه كثير. صحيح. بس هي اللي خلتك انه تبلشي هالعمل الاجتماعي. ليكي كان في نص ساعه بوقت الرصاصه ما معروف اذا عايشه او ميته، فبعد ما قالوا لي انه انت لا خلص الحمد لله مستقره رصاصه وانت باقيه، فصرت افكر انه حعمل كل شيء بدي اياه بالحياه وكل شيء بحلم فيه لو معي 1000 ليره او مليون دولار، عشان اكثر شيء شو حيصير؟ انه موت. ما خلص انا يعني كنت رايحه، عرفتي؟ فعن جد عن جد هيدا الحلم كان انه مخدتي ماي بيلو هو يلي حنعمله هلا جمعيه ان شاء الله. هلا بلشنا الاجراءات، هو كان الحلم. وكنت كثير خايفه انه لا بدي اقدم، لا ما بدي اعملها عشان يمكن ما تزبط هالشغله وما تزبط هالشغله، بس من وقت الرصاصه وانا قلت لا بدي اعملهم، والحمد لله يعني شوي شوي عم نحقق كل يلي احنا بدنا اياه. ساريا كمان عندك قصه ثانيه، يعني غير قصتك مع ماي بيلو، انت بالاصل بالمدرسه بلشت تفكري بالعمل الاجتماعي، خبرينا كيف. بالسيدو كانوا يعطونا مثل دي زونفلوب وكان لازم نعبي فيهم المساجل للتشيلدرن كانسر سنتر، فانه ما كان بدي بيع مثلا انه شيء اكل وهيك، قلت انه مثلا بريست فكره حلوه وهيك. ف رحت مع امي اشترينا هيك مثل خيط وخراط، وبعدين بلشت اعملهم، وستي كانت كثير منيحه بالاسويق، فانه وكان عندها هيك خراط انه، فبلشت تساعدني وهيك تزبطهم وهيك، وبعدين كنت انزل بيعهم انه كلهم حسب سعرهم وهيك والنوع تبعهم. يعني اول شيء صرتي بزنس وومن، بتعرفي حالك كل شغله قد ايه حقها وقد ايه بتسوى وقد ايه لازم تبيعيها، تتكوني كمان منصفه مع اللي عم يشتروا، نفس الوقت يكونوا عم بيساعدوا بس كمان يكونوا هن مستفيدين من كل النواحي. زبطتها ساريا. ساريا كمان بتساعدكم فاذا بي ماي بيلو حتى ماديا. حتى ماديا هديك السنة كان عنا حملة اسمها غزة بالقلب، هي كمان عملت أساور وبعتهم وعطتنا إياهم لنبلش نعمل الإنتاج للكوفيات الصغار يعني. ساريا قلتي لي قبل الهواء أنه بالأول الماما بنوجه لها تحية كانت خايفة عليك أنك تكوني عم تشتركي معك لدخلها النشاطات. كانت خايفة علي أنه من الأولاد وأنه مثلاً انه هيك ولح تزعلي ولح هيك، انه قلت لها لا بالاخر انه رح شوفهم وهيك وبدي اشوفهم انه جعبالي وهيك، فهيك شجعتها وقبلت. طيب حقيقه بيان يعني اوقات كثير الاهل بيخافوا على اولادهم من هالصدمه اللي ممكن يتلقوها بوجود اشخاص عندهم هالقد حاجات كثير كبيره او حتى مرض كثير صعب او يعني ظروف قاسيه وصعبه، ما بيكونوا بدهم يخلوا اولادهم يوعوا عليها بكير. مع ساريا هلا يعني عم نكتشف، واليوم رح نكتشف اكثر كمان ببرنامجنا، انه كانه الولد يواجه هل صعوبات مش شيء منيح له. ايه وحتى كمان هذيك السنه واللي شجع ساريا انه تروح معنا لتاني مره وثالث مره، انه لما تشوف رده الفعل الاولاد لما نعطيهم الالعاب عندهم فرحه كثير كبيره، هيدا عن جد بشجعها انه لا بدي روح مره ثانيه وبدي كمان نعمل لهم شيء اكثر، وبركي بنعمل حتى بتطلع بافكار انه كيف نفرحهم اكثر. صحيح ساريا؟ ما ضايقك هالظروف الصعبة اللي عم بتشوفيها؟ يمكن انت وقاعدة بالبيت ومحمية ما كنت بتعرف انه في كل هودي. لا ابدا ما انزعجت، انه كان عبالي انه ساعد هول الناس، وكمان كنت جرب كتير انه مثلا لما اكون بالسيارة وهيك اللي احاول افقه كنت اعطيه انه مصاري وهيك، ولو حتى هنين انه كذابين انه مش مشكلة. بيان ماي بيلو شو رح يكون نشاطاتها لكينا هلا بهالفترة؟ هي الحملة تعدية وفرحة قلب، حتى عندها خطة لخمس سنين لقدام. نحن هلا عم نجمع مصاري وعم نجيب ألعاب بالجملة. نحن إن شاء الله بالسنة الجاي حنطلع يعني من السبونسرز حيكونوا أكبر إن شاء الله، حنجمع المصاري ونجيب ألعاب من الصين لبيان وفرحان، دي هن الكاركترز تعولنا.
بعدين ما نوزع العاب مثل هالو مونتانا وهالو كيتي وهيك، بنصير نوزع العاب مفيده لبيان وفرحان للصبيان والبنات. بتضلها هيك على مدار سنتين نعمل المنتوج والثاني. بعدين بعد 5 سنين نفتح محل بنسميه بيان وفرحان. الشرط منه انه بس لما حدا بده يشتري هديه ل او لعبه لابنه لازم يحط بادجت لولد محتاج نقدر نجمعهم للعيد اللي بعده. بصير هن العالم هن عم بيجمعوا الالعاب يلي حنوزعهم بعيديه وفرحه قلب. فاذا يعني عم تخلوا كل المجتمع اللي حولكم يكون كمان عم يتفاعل وعنده فكره العطاء وعم يشتغل معكم. فاذا بهالطريقه عم بيكون التمويل. أيوة. تمويل ماي بيلو بنفس الطريقه، يعني بنفس الوقت عم بتمولوا ماي بيلو. أيوة. بس كمان عم تكونوا عم توصلوا هالمسج. كل سنه بتختلف الصياغه عن السنه اللي قبلها، يعني هلا احنا عم نجمعهم ونجيب الالعاب، بعدين بتصير العالم هن يجيبوا العاب لاولادهم والعاب للمحتاجين لكل عيد، اذا كان عيد فطر ولا اضحى ولا حتى كريسماس كمان. بيان بيبي اهلا وسهلا فيك. طبعا احنا متابعين كل نشاطاتك بماي بيلو والنشاطات الاخرى كمان. ساريا جميل اهلا وسهلا فيك، تعرفنا هلا عليك على قد ايه يعني الانسان بيكون بيقدر يعطي باي عمر ان كان، او بيكون قادر انه يستوعب انه في اشخاص غيره ما عندهم نفس الحظ اللي هو عنده اياه وبحاول يساعدهم ولو باشياء صغيره. وشكرا لوجودكم معنا. اهلا، انتوا عم تساعدوا بالاشياء الكبيره عليك. شكرا. وقف هلا ومنرجع منتابع نحن وياكم لايف، خليكم معنا.